إن ترميم هذه المرونة جاء تنفيذا من برنامج الرياضي السابق المصدر من قبل مديرية الصحة النشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية لفائدة موظفي الأمن الوطني لرفع مستوى استعدادهم البدني والذهني. تعد رياضة الجودو كغيرها من الرياضات القتالية التي تولي لها قيادة المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها السيد المدير العام للأمن الوطني أهمية بالغة، كما وفر جميع الوسائل المادية والبشرية لتعميم ممارستها بما لها من فوائد تسمح لرجل الأمن بأداء مهامه على أحسن وجه. ستعرف هذه البطولة مشاركة 47 مصارع ومصارعة يمثلون 11